مخاطبة الاتحاد الدولي الفيزا، والنهاردة بنخاطب اللجنة الأولمبية الدولية، ويأتينا هذا الرد المقنع الشافي الوافي. أنت تستحق كل خير، المجتهد لابد أن نحييه ونديله تعظيم. سلام يا أستاذ أحمد. يعني أشكرك أستاذ عبد الناصر على هذا الكلام الجميل وسمى لصدورنا جميعا. زي ما قلت لحضرتك، هدفنا فعلا هو توضيح الحقيقة، أن احنا نحاول نكون الفعل مش رد الفعل، دايما نلجأ لمصدر المعلومة، وأعتقد يعني ده أقل واجب نقدر نقدمه تجاه مشاهدي برنامج كورة بلد. شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد على هذا السبق الإعلامي الرياضي المحترم. اللجنة الأولمبية المصرية منذ ساعات فاجأتنا بخطاب نري. هذا الخطاب من وجهة نظري قبل ما أرى لحضراتكم وببساطة يعلي من قيمة هذه اللجنة الأولمبية، يرد بقوة على المشككين في أن المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية المصرية هم يتدخلون في عمل مركز التحكيم أو مركز التسوية والتحكيم. اليوم تمكنت من أن أؤكد لحضراتكم بالمعلومات أن هشام حطب ولجنته الأولمبية بريئين براءة الذئب من دم ابن يعقوب في تدخلهم في مركز التسوية والتحكيم. ليه؟ الخطاب اللي صادر النهاردة ده وسام شرف على صدر هشام حطب واللجنة الأولمبية المصرية. قصة الخطاب ايه ده بقى قبل ما اقوله؟ المهندس هاني العتال نائب رئيس المحاسب، معذرة، هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدم بشكوى بمستندات دامغة وبأسباب قانونية لإثبات عدم قانونية الجمعيتين العموميتين. ما هي تكية أم عباس؟ هو في كده، في كده جمعية في جمعية. يا عم احنا رايحين نشتري سكر وشاي، يا عم ارحمنا، ما خدناك نفسنا من الجمعيتين الباطنين الاولانيين مودينا الجمعيتين تاني. هو انت حد قالك ان احنا عندنا ازمة زيت في الرياضة؟ جمعية في جمعية في جمعية، ايه يوم الجمعيات العالمي؟ فالوقت اللي اشتكى فيه المحاسب هاني العتال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك امام مركز التسوية والتحكيم يثبت البطلان، كان في كلام وفي تصدي من قبل اللجنة الأولمبية لهاتين الجمعيتين اللي في شكوى ممثلة. شوف بقى الخطاب بيفصل القوات ازاي وينتصر للاحترام داخل اللجنة الأولمبية المصرية. بص، اللجنة الأولمبية المصرية بيان هام 15/10/2018 إعمالا للسلطة المخولة للجنة الأولمبية المصرية بمقتضى القوانين واللوائح الحاكمة لكل ما يتعلق بإجراءات الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية منذ الدعوة إليها وحتى انتهائها. فلقد قامت اللجنة الأولمبية بفحص الدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمزمع إقامتها يومي 18/19/2018 والتي نشرت الدعوة عنها بجريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018. تعال لي بقى يا خالد دقيقة، لكن ما شتتش السادة المشاهدين بكتل لغوية غير مفهومة. يعني اللجنة الأولمبية مارست صلاحياتها في بحث قانونية الدعوة للجمعيتين العمومية، الجمعية العمومية اللي مرتضى منصور الموقوف قال انه هيعملها 18 أكتوبر 2018 الجاري، وان هي تصدت لعمل ده. طب وهي بتتصدى حصل ايه؟ حصل اللي جاي، حيث تم بحث الاجراءات الخاصة بالجمعية عن بصر وبصيرة. يعني انا بشكر اللي كتب البيان، لان بصر وبصيرة يعني هناك تمعن وتركيز وتدقيق وتفحيص وتمحيص وكل ما يخص التمحيص والتفحيص عن بصيرة وبصر وفقا للقانون. وانتهت اللجنة الى تكوين رأي قانوني وقناعة تامة بشأن الجمعية العمومية غير العادية واجراءاتها. يعني اولا وصلوا لقرار، ولكن بص قال لك ايه هنا بقى، ده بقى الاحترام اللي جاي. ونظرا لقيام نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اللي هو هاني العتال، يعني انا تصديت لوحدي ووصلت لقناعة بعد بصر وبصيرة في التمعن، والقرار بتاعي انا مطمئن ليه، ولكن مش اعلنه. ليه؟
قال لك نظرا لقيام نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعوة تحكيمية رقم 42 لسنة 2 قاف بموجب صحيفة الدعوة طلب في ختامها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية سالف الإشارة إليها. تعال بقى لقمة الاحترام في الثلاث سطور اللي جايين، وحيث انه انطلاقا من حرص اللجنة الاولمبية المصرية على الالتزام بالدستور والقانون وعلى الاخص مبدأ سيادة القانون واحترام احكام القضاء، فقد قررت اللجنة الاولمبية التريث في اصدار قرارها بشأن هذه الجمعية لحين الفصل في الدعوة التحكيمية سابق الاشارة اليها، اللي هي اتحجزت للحكم امتى؟ اتحجزت للحكم 16/10 القادم اللي هو بكرة، يعني بكرة 16 حضراتكم الثلاثاء ستقول القضاء الأجلاء سيقولون كلمتهم في مركز التسوية والتحكيم بشأن الدعوة رقم 42 المرفوعة من هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي بيثبت فيها بطلان إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية 18 و19 والذي دعا لها الموقوف.